هكذا تواصلنا مستمر أيها المتابعون هنا في انطلاقات عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث انطلق تاسع أشواط هذا اليوم، والشوط التاسع خاص بالأبكار اللي جاية المحليات الأصايل ضمن جولتنا الثالثة من جولات هذا اليوم. مباشرة إلى الصدارة ابتهال مطر بن حمد بن دحروي العامري يقدم لنا ابتهال في المركز الأول، الشاهينية في المركز الثاني، محمد بن ضحي بن عبد الله المنصوري يأتي في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث سمحة لمحمد بن صوايح بن سيف الاكتبي القادم مع سمحة من مصانع الجنوب يقدم لنا هذه الانطلاقة، بينما المركز الرابع وصول من النايفة عبد الرحمن بن مهير الخصوني الاكتبي خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت بحور محسن بن مبخوت بن غانم المنهالي، والمركز السادس دخولها جميل للغاية وتحديها مثير، وصلت في هذه اللحظات لتتقدم هناك العاصمة حمد بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي وصل، ولكن الزاوية الأخرى تقدم لنا روق علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم هذا الشعار، شعار بن حمودة أحد الشعارات الجميلة للغاية والمنافسة في عالم السرعة، بينما هناك أيضا التقدم الجميل والدخول هناك من خلال هذا التواجد بشاير فرحان بن علي بن مصلح الحبابي وصل في هذه اللحظات، يتدخل من خلال هذا الاسم ويقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة، ولكن هناك دخول مميز من غنايم مبارك بن سعيد بن محمد بن حمد الشلخيلي، والوصول الآخر من بحور محسن بن مبخوت بن غانم المنهالي وصل أيضا بدخوله الجميل، وهناك أيضا صمت عبد الله بالبحري بن نوبي العامري وصل بالبحري يقدم لنا صمت، ودخول من غزلان محمد بن عويض بن حمد العامري وصل أيضا خذ المركز العاشر. هذه نتيجتنا وهذه أيضا انطلاقتنا المميزة في هذا الأداء، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة شوط. يا سلام يا ابتهال، ابتهال بالصدارة، ابتهال يأتي مطر بن حمد بن دحروي العامري يتقدم بن دحروي مع ابتهال بالصدارة الأولى بالمقدمة الأولى في الصدارة وفي الأداء المميز، بينما المركز الثاني أهالي ميدان العبور قادمين مع الشاهينية محمد بن ضحي بن عبد الله المنصوري يصل في المركز الثاني، المركز الثالث سمحة محمد بن صوايح بن سيف الاكتبي، بينما روق وصل شعار بن حمودة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظهري يقدم لنا روق، والوصول من غنايم ايضا مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش هذا الشعار يوم الامس سجل الهاترك، يتواجد ابو منصور ليقدم هذه الانطلاقة القوية، هذا ابو منصور خطير مع غنايم، خطير مع غنايم، غيرت من مركز الاخر خذت المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الخامس مع بن صوايح، سادس المراكز هناك ايضا غزلان محمد بن عويض بن حمد العامري، ولكن هنا العاصمة وصلت، العاصمة حمد بن هدي بن بطي بن دميثان يتقدم مع العاصمة، والوصول الآخر من خلال تواجد أيضا درة لسعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري، وصل اليبهوني، طيارة اليبهوني أيضا تتجول من خلال هذا الأداء والتميز القوي والتحدي المثير. المركز التاسع، المركز التاسع مهمة، ناصر بن عبد الله بن حمد الوهيبي، والمركز العاشر هناك صمت عبد الله بالبحري بن نوبي العامري، هذه نتيجتنا لأيضا العشر المراكز الأولى، أسماء قوية، أسماء قوية ترقبوا مفاجآتها هناك في الأمتار الأخيرة، ولكن نعود وما زالت ابتهال، ما زالت ابتهال من البداية، ابتهال مطر بن حمد بن دحروي العامري على الصدارة، ولكن روق ركز يا أبو حمد، ركز يا أبو حمد يا راشد العمري أحد الخبراء والمتيمين مع هذا الشعار،
يتقدم مع روق علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا روق. هناك بدأنا ندشن الكيلو المثير، ندشن الكيلو الخطير. الله يا هي اسماء العاصمة، العاصمة وصلت العاصمة. يتقدم هناك حمد بن هدي بن بطي بن دميثان يقدم العاصمة، يتقدم على المركز الثالث. بينما هناك غنايم المبارك بسعيد بن محمد بن حمدش يتقدم بن حمدش، وصل راعي عطوة، مرحبا براعي عطوة مع حشيمة. عامر بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم لنا حشيمة. الزاوية الأخرى أيضا تقدم نوعية، هذا شعار العامري بن يابر، صالح بن يابر بن صالح العامري يقدم لنا جمايل. جمايل الله، جمايل جمايل جمايل، وين الغيبة يا جمايل؟ ولكن روق على الصدارة، روق على المركز الأول. يتقدم وعادة ابتهال مرة أخرى مطر بن حمد بن دحروي العامري، وروق علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يتقدم في الصدارة، يتقدم في المركز الأول من خلال هذا التحدي. جمايل وصلت لصالح بن يابر بن صالح العامري على المركز الثاني، خلاص مع روق. سلاماتنا عيناوية عيناوية عيناوية، تهانينا لأيضا هناك علي بن حمودة بن علي بن حمود الظاهري، شكرا راشد بن حمد العمري من قدم هذه النجومية من خلال روق. تهانينا والناموس. المركز الثاني جمايل صالح بن يابر بن صالح العمري، المركز الثالث ابتهال لمطر بن دحروي أيضا العمري، المركز الرابع غنايم مبارك بسعيد بن حمد الشلخيل، المركز الخامس العاصمة حمد بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي. تهانينا والناموس، هكذا الشعار الاقتصادي يظهر مع روق. تهانينا لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على فوز روق بالمركز الأول. ما شاء الله، عونوا لون الشكل الجميل والأداء أيضا الأجمل. تهانينا والناموس على هذا الفوز. لحظات الوصول حيث قطعت مسافة السباق هنا في 7 دقائق و29 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على فوز روق بالمركز الأول في 9 أشواط هذا الصباح وفي الجولة الثالثة. بينما المركز الثاني وصلت في جمايل صالح بن يابر بن صالح العامري ب7 دقائق 30 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، ابتهال من وصلت ثالثا لمطر بن حمد بن دحروي العامري. تهانينا والناموس، كانت أيضا منافسة قوية مع ابتهال أتت ب7 دقائق 31 و3 أجزاء من الثانية.